داعش تعثر على مساعدات عسكرية أمريكية أرسلت للسوريين الأكراد. نشر داعش فيديو يظهر المساعدات الأمريكية التي كان من المفترض أن يستلمها الأكراد في أيدي الدواعش. المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن صرح أن المساعدات تضمنت مواد طبية وذخيرة وقنابل وقذائف RPG. وقد صمد المقاتلون الكرد لأسابيع في كوباني عين العرب بفضل المساعدات الأمريكية والتنسيق مع تركيا التي سمحت بدخول مقاتلين كرد من العراق. ويقول وارن بأن الجيش الأمريكي نجح في إنزال 26 مظلة في الأراضي التي يسيطر عليها الكرد، ويلقون اللوم على الرياح التي دفعت مظلتين للسقوط في أيدي العدو. ويضيف وارن بأن إحدى المظلات قصفتها داعش بينما قامت بالاستحواذ على الأخرى. وقد وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات قائلا: من المستحيل تحقيق نتائج ملموسة من هكذا عملية. وقد استقبلت تركيا 200,000 لاجئ من كوباني مؤخرا. ويضيف أردوغان: لا أعرف لماذا تعد كوباني استراتيجية بالنسبة لأمريكا، إنها خالية من المدنيين. الحمد لله، غناء للمجاهدين.